وللتعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. أستاذ محمد، مرحبا بك. يعني أسبوع ثاني من التظاهرات في إيران، كيف ترى تصاعد وتيرة التظاهرات في إيران؟ في البداية تحياتي لحضرتك وأيضا للسادة المشاهدين الكرام. طبعا الاحتجاجات على عكس ما يروج له النظام الإيراني استمرت في المدن الكبرى وبعض المدن الصغيرة الأخرى كطهران، اصفهان، سنندج، دسفول، القنيطرة في الأحواز، الفلاحية، إيلام ومدن عديدة أخرى. وسقط أيضا الليلة الماضية حسب تصريحات أو الأخبار التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي غتيلين آخرين في هذه الاحتجاجات الليلة الماضية. والنظام الإيراني يحاول من خلال الماكينة الإعلامية يقول أنه بعد تصريحات خامنئي كل شيء انتهى، وخامنئي أمر بإنهاء هذه الاحتجاجات والناس لبوا مطالب الولي الفقيه ورجعوا إلى بيوتهم ويستنون ما سيتوضعه الحكومة والنظام من خطط إصلاحية للاقتصاد. هكذا النظام الإيراني والإعلام الرسمي الإيراني يروج بأنه النظام لبى يعني عرف ما يريده الشعب وسيطبق خطط إصلاحية من أجل تعديل أو إصلاح الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي كما يدعيه. وفعلا طبعا هناك محاولات من قبل البرلمان لامتصاص الغضب الشعبي من خلال إلغاء بعض بنود مشروع قرار الميزانية العامة للعام القادم، أهمها إلغاء زيادة سعر المحروقات بنسبة 50% وإبقاء السعر على ما هو عليها الآن. لكنه كل هذه المحاولات لم تخمد شرارة الانتفاضة في إيران، والمطالب سقف المطالب ارتفع بكثير وتجاوز الشعب المطالب التي كان يردد بها الإصلاحيون الذين هم ضلع من أضلاع النظام وخلال الفترات الماضية حاولوا أن يقولوا هم المعارضة، بينما هم جزء من لعبة النظام بتعطير مطالب الشعب ضد هذا النظام الفاسد والمجرم. نعم أستاذ محمد، كيف تقرأ جلسة طارئة لمجلس الأمن دعت إليها الولايات المتحدة اليوم الجمعة، وكذلك توعد الولايات المتحدة بمحاسبة مسؤولين إيرانيين عن اعتقال وقتل المتظاهرين؟ نحن ما نستقرئه من موقف الإدارة الأمريكية هو أنه الإدارة الأمريكية بعكس الإدارة السابقة لديها تعامل مختلف مع الدور الإيراني في الإقليم، والآن نشهد هذا، شهدناه فعلا على الأرض الواقع في بعض ملفات الإقليم. الآن السياسة الخارجية الإيرانية طبعا، والآن نرى نفس التعامل أو بالقرب من أو يعني نسخة مشابهة لذلك. نرى أنه النظام الحالي، الإدارة الأمريكية الحالية تتعامل بشكل حازم وحاسم مع التصرفات الإيرانية في الداخل أيضا، ونتوقع أنه سنشهد المزيد من الضغط على النظام على البيت الداخلي الإيراني خلال هذا العام عام 2018 والعام القادم ستتصاعد. هناك ترتيبات تتوضع، وكما نحن نعلم أنه هناك تواصل ما بين جهات ومراكز دراسات أمريكية بدأت في الولايات المتحدة مع أطياف مختلفة من المعارضة الإيرانية، خاصة منظمة مجاهدي خلق ومنظمات أخرى ومجاميع أخرى، حتى الجماعة الملكية في إيران تحاول الآن الولايات المتحدة تصعد من ضغوطها على النظام الإيراني من خلال البيت الداخلي فضلا عن السياسة الخارجية وأدروعها في الإقليم. وهذه السياسة هي يعني أنا أؤكد أنه بعض وسائل الإعلام تحاول أن تقول أنه لا يوجد تغيير، أي تغيير في السياسة الأمريكية إلا بعض تصريحات، لكنه نحن يعني جزء من المعنيين في الأمر لمثنا ذلك وشاهدنا تغيير. أنا لا أقول أنه هذا تغيير جذري، لكنه هذا تغيير واضح، والنظام الإيراني بدأ يشعر بالقلق من ذلك، وهذا سيؤثر بدون مما لا شك على المدى المتوسط، سيؤثر على سياسات إيران الداخلية والخارجية. يعني تدويل هذه الأزمة أستاذ محمد إلى أي مدى يخدم المتظاهرين في إيران؟ اولا يعني انا سأقول انه لاول مره منذ ثوره 1979 يحصل تدويل لانتفاضه شعبيه ايرانيه، ولم نشهد ذلك ولا مره واحده، لا خلال فتره حكم الخميني المقبور ولا بعده خلال فتره حكم خامنئي. هذا لاول مره يحصل، وهذا شاهد اخر على كلامي حول جديه الاداره الامريكيه الحاليه
في ممارسة ضغوط على النظام الإيراني. أما التأثير ذلك، هذا التأثير سيكون واضح مما لا شك فيه. هناك ستكون عقوبات على مؤسسات التي تشارك في قمع المتظاهرين بشكل واقعي، وخاصة الحرس الثوري. ومن شأن هذا أيضا سيؤثر على دور الحرس الثوري في الإقليم، لأنه الحرس الثوري هو الذي يعبث الآن في العراق وفي سوريا ولبنان وباقي الأماكن. وهذه الضغوط ستكون ذو حدين، بمعنى أنها تؤثر على البيت الداخلي وأيضا ستؤثر على السياسة الخارجية الإيرانية. نعم أستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني كان معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.